اهلا بحضراتكم واسعد دائما بصحبتكم في برنامج اما بعد، واسعد اكثر بصحبه الساده العلماء الاجلاء في هذه الحلقات. واسمحوا لي ارحب بفضل الشيخ حافظ عبد الحليم حافظ في هذه الحلقه. اهلا بشيخ حافظ، ودائما ابناء الازهر الشريف مدعالي الفخر. ربنا يبارك فيك يا استاذ. ودائما يعني في على 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 مستوى ما يتحملون من مسؤوليات ازاء هذا الفهم الصحيح لدين الله. الحمد لله رب العالمين على نعمة الأزهر. الحمد لله. ومن قبلها نعمة الإسلام، فالحمد لله رب العالمين. ونستفتح في هذه الحلقة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج كل من طلب منا حاجة يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. الحلال بين والحرام بين. يعني عايز برضو ممكن حد يسألك يقول لك يا فضل الشيخ حافظ إيه الحلال وإيه الحرام؟ الحلال بين والحرام بين. هذا الكلام جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم. قال إن الحلال بين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقأني واقعه. ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله في الأرض محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. صلح الجسد كله ألا وهي القلب. ده الحديث اللي بوب ليه الإمام البخاري تبويب عجيب جدا. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان في باب اسمه باب فضل من استبرأ لدينه. بداية الحديث بيتكلم عن إن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا في هذه الحياة سدى، بل بين الأمور وجعلها أمور حلال محض وأمور حرام محض، يعني لا خلاف في أن هذا حلال ولا خلاف في أن هذا حرام. يعني الحلال اللي هو عارفينه كلنا، أن أنت تأكل مثلا لحم الإبل أو لحم الماعز لحم الخراف، كل هذا مباح، تأكل الخبز فده لا خلاف فيه. والحرام كذلك فيه حرام محض لا خلاف فيه، وهو حرام لذات الأصل فيه أنه حرام وحكمه أيوة. حرام، والحرمة متأصلة فيه حتى أنه لم يبح في أي ديانة من الديانات، زي مثلا الشرك بالله وزي قتل النفس وزي الزنا، فكل هذه الأمور لم تبح في أي شريعة من الشرائع السماوية إطلاقا، فهذه أمور محرمة. يبقى الأمور واضحة وبيان تام الوضوح في أن الأمور في منها حلال ومنها ما هو محرم. إيه الحلال؟ العلماء لما يجوا يعرفوا كلمة الحلال فاختلفوا في التعريفات. منهم اللي قال أن الحلال هو ما لم يرد نص عليه بالإيه؟ بالحرمة. ومنهم من قال بأنه لم يرد ما ورد فيه نص بالإباحة، يعني بالحل. ولكن عشان نوسع علمونا أساتذتنا كده، كان الدكتور أحمد عمر هاشم حفظه الله كان ليه يعني دايما هو يستأنس بهذا التعريف، يقول أن الحلال ما لم يرد نص بإيه؟ بخلاف حله. يبقى الاصل فيه الايه؟ الاباحه. بس فصلنا التعبيرات العلميه يعني ايوه جرت العاده ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. جميل. فخلاص يبقى الاصل في كل شيء الايه؟ الاباحه. يبقى انت ماشي في طريق الاباحه، انه كله مباح وحلال. ما هو كلمه مباح يعني ايه؟ يعني حلال. الاثنين لفظتان مترادفتان. فكل شيء في الحياه مباح وحلال. الا اذا اعترض هذا الحلال وهذا المباح نص في كلام الله او في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمه هذا الايه هذا الامر. يعني الخمر كانوا يشربوها وظل الناس يشربوها في ظل الاسلام فتره طويله جدا، خلاص يبقى انت كده ماشي في طريق الايه الحل والاباحه، خلاص ده حلال اهو، لحد لما جه النص بالايه الاول بالتقليل منها، حرم انها تشرب في الايه في الصلاة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فيبقى أنا عندي هنا شرط، ينفع تشرب خمرة بس في غير الإيه في غير الصلاة. بعد كده تاني نزل التحريم النهائي، إن هو الخمرة صارت محرمة تحريما باتا لا مساس به لا جوه الصلاة ولا برا الصلاة. يبقى إيه ده، احنا فهمنا كلمة إن الحلال بين، يعني كل الطرق أو كل الأشياء الأصل فيها الإباحة والحرم وحرم التحريم مطلقا بعد. وده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، إن إن الحلال يظل حلالا إلا أن يرد النص بتحريم. لكن لو احنا خدنا إن الحلال هو ما جاء النص بحله، احنا كده ضيقنا الموضوع. عشان كده انا قلت الدكتور احمد عمر هاشم ما كان بيعلمنا يقول ان التعريف ده اتحب الى قلبه، ليه؟ لانه وسع الامر. فمن باب الفهم ده يبقى دايره الحلال واسعه ولا ضيقه؟
حلوه واسعه جدا جدا ما شاء الله واسعه جدا. جدا حتى بعض العلماء بيستشهدوا بمساله الحلال والحرام وبيجيبوا قصه سيدنا ادم في بدايه الخلق يقولوا ان الله سبحانه وتعالى اباح لادم كل ما في الجنه فكل منها حيث شئتم رغدا ده في الجنه ولكن حرم عليهم ايه شجره واحده. حتى من الافهام اللي بتيجي كمان في ذهننا كده والعلماء تدبروها في كتاب الله عز وجل يقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى حرم على ادم شجره بعينها ولم يحرم عليه جنس الفاكهه او جنس الثمر اللي كان موجود على الايه على الشجره دي. يعني ممكن يكون جنس الثمر موجود على شجره تانية بس الشجره دي حلال والشجره دي مش حلال. لو قلنا مثلا ان الشجره دي كانت شجره تفاح مثلا فالله سبحانه وتعالى لم يحرم على ادم جنس التفاح صح؟ قال له ايه؟ قال له الشجره دي ما تاكلش منها اللي فيها تفاح بس قال له ممكن تاكل التفاح من شجره تانية. يبقى الحرام واسع ولا ضيق؟ الحرام ضيق. الحرام ضيق ضيق ده انت ممكن تذكر انواع الحرام أي. فيبقى ما دون ذلك ودايره الله يبارك فيك ودايره الحلال ايه اوسع طبعا. فده من رحمه الله سبحانه وتعالى. حتى العلماء يقول لك كده الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء افلا تسع ان يبسط او يوسع على عبادي. ايوه فلذلك الانسان اللي بيصرف نفسه عن الكتير قوي ده ويروح هو موهوم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ولو اعجبك كثره الخبيث ولو ايه اعجبك كثره الخبيث ان هو في اعجاب وموهوم بهذا الاعجاب بان هو كثير ولكنه ليس كثير في الحقيقه. طب خلينا نروح مزيد من التفاصيل حقيقي لان الموضوع برضو محتاج يعني اسئله كتير وتفاصيل اكتر. ولكن خلينا نروح للتقرير اللي معانا في الحلقه النهارده اول تقرير ونرجع لحضراتكم. كالعادة جينا أنا وسيدنا وكتير جدا من فريق العمل عشان نتابع الشغل ونزلنا أرض جديدة عشان تشهد لنا عند ربنا يوم القيامة. احنا النهاردة نزلنا في كفر الشبكي تابع لقرية في مركز أبو كبير في محافظة الشرقية. أنا أتذكر قول الله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسيماهم. الناس اللي ممكن أي حد يقول لك دول مش محتاجين لكن هم في الحقيقة محتاجين. احنا لازم نوصل لكل بيت وكل أسرة علشان نعملها لها. ليه؟ لأن أنا أما هودلهم أو أوصل لهم توصيلة مية ربنا سبحانه وتعالى سوف يسقيني من الرحيق المختوم يوم القيامة. اللهم أمين. واللي كتير جدا مننا مش واخد باله منه أن أنت لما بتعمل وصلة المية أو بتوصل العداد عند بيت انت مش بتوصله علشان خاطر الشخص ده بس. ده العداد ده بيفضل في المكان موجود حتى لو صاحب البيت باع البيت العداد هيفضل موجود واللي هيجي بعده يستفيد واللي بعديه لو باعه هيفضل موجود ويستفيد. يبقى انت عملت وقف في المكان اللي هو العداد. زي ما حضراتكم شايفين الحفر قدام عينينا المتبرع بيغني المستفيد والمحتاج عن كل ده. يعني المستفيد مش هيجي مش هيروح يجيب عمال يحفروا ولا هيروح يقف يقدم ورق في شركة المية ولا هيروح يستنى دور في شركة المية. يعني انت كمتبرع انت بتغنيه عن كل الحاجات دي. شوف وفرت عليه كم جهد وانتظار وإداريات وفلوس وانه يشيل هم اللي هيجوا يحفروا كمان. كل ده انت شلته ووفرته عنه. استحضارك لكل المعاني دي هو اللي بيخلي عندك الدافع القوي ان انت تساهم وتشارك في ان يكون ليك حسنة متمثلة في عداد مية ووصلة مية. سعداء من خلال التقرير اللي احنا بنشوفها بس واحنا بنكمل دايما على خلفية ما نراه في التقرير بنرجع لموضوع اللي بنتكلم فيه. بس يعني شكل العمال شركة المية وهم يعني بكل فرحة وبكل اجتهاد
بيتعاملوا مع الناس بكل شياكة ورقي، والوصلات بتوصل البيوت بالعداد، الوصلة هو العداد يعني. في آية في القرآن الكريم بتجاوب على التساؤل بتاع حضرتك ده، بتقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من جملة الحياة الطيبة هو أن الإنسان يشعر بسعادة وهو بيعمل عمل الخير. العمال اللي شغالين دول هم أصلا أهل المكان، أهل المحافظة، أهل المنطقة، يعني منهم اللي يعرف جارته اللي بيعمل لها الوصلة دي. لأن حضرتك طبعا اللي بيشوفنا دلوقتي مش عارف إن إحنا بيتم بيننا وبين شركة المياه بروتوكول تعاون، فإحنا بنروح بنقدم لهم المستندات والأسماء بعد ما يتم الموافقة عليها من وزارة التضامن، وبعد كده هم شركة المياه نفسها بيتم الموافقة على الأسماء اللي بتروح، وبعد كده بينزلوا معانا العمال يشتغلوا بنفسهم مش عمالنا. فالعمال دول من أهل المنطقة ومن أهل المكان، فهو عارف أصلا جارته دي كانت محتاجة وكان نفسه يساعدها. كتير جدا من العمال قالوا لنا كده، قال لك أنا كان نفسي إن أنا والله أقدر أساعد بأي حاجة ولكن ما فيش في إيدي أي حاجة خالص. فلما يكون بنفسه دلوقتي الست اللي نفسه يخدمها ويوصل لها عداد ووصلها وصلة مية، يشاء ربنا سبحانه وتعالى إنه يبعت لها حد من أهل الخير عشان يعمل لها وصلة المية، فلازم تكون دي فرحتهم ودي السعادة بتاعتهم. كونك إن أنت تشعر إن أنت كنت سبب وكنت رسالة ربنا سبحانه وتعالى في قضاء حد حاجة الناس، ده وحده مدعاة للسعادة والفرحة. كل فريق العمل بالفرحة دي، على قد ما بيكون السفر بيبقى في مشقة وفي تعب، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى بيجعله هين في مقابل إن أنت تسمع دعوة من أم أو دعوة من أرملة. يعني الست اللي جت معانا في التقرير دي ست بتربي أيتام، ومن جملة الأولاد اللي بتربيهم حد مريض بمرض، في عنده مرض من الأمراض اللي هي نادرة تقريبا في الدم أو في العمود الفقري على ما أذكر يعني. فتشوف الفرحة في عينيها وكأنك أنت عالجت لها ابنها. يا إيه ده، كل ده عشان وصلت مية وعداد مية؟ طبعا عشان وصلت مية وعداد مية. أنت أغنيتها أنها تروح تخبط على حد من جيرانها تدوني جيرك المية. صحيح. أنت أغنيتها أن هي تروح تمشي مسافات طويلة عشان تملى جيرك المية تخليه عندها. أنت أغنيتها أن يجي عليها الليل والمية هتخلص ومش عارفة تعمل إيه. كل ده من نعم الله سبحانه وتعالى. وإلا الله سبحانه وتعالى أنعم على بعض العباد بأشياء وطلب منهم أن يحمدوا الله عز وجل فيها. فما يكون إنسان ربنا سبحانه وتعالى يسر لي سبيل الوصول لمية، تفتح الحنفية في بيتك تلاقي مية. صحيح. تبقى ماشي في الشارع وعندك المقدرة أن أنت في أي لحظة تلاقي كشك تنزل تجيب منه إزازة مية تشربها. كل ده تيسير من ربنا سبحانه وتعالى. فما نحمدش ربنا على النعمة دي ونكون سبب في ان احنا نريح الناس من المية بايه؟ بواصلة ميسر على الاخرين انهم هذه النعمة تطولهم. ايوة بواصلة بواصلة مية، عداد مية بمبلغ يعني يكاد يكون زهيد بالنسبة للمصروفات اللي بتمر علينا في حياتنا والحاجات اللي احنا موجودة فيه. وحتى انت كمان بتبقى مش مطالب ان انت تدفع المبلغ كامل لوحدك. كل ده من رحمة الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلن ان خير الناس انفعهم للناس. والنفع ده أهلا بحضراتكم، ورجعنا مرة تانية ونتكلم عن المعاني المهمة في حياتنا وإزاي بنرتب أولوياتنا ونتحرى الحلال دايما ونبقى نتلمس أني يعني واتقوا الله ما استطعتم. مش اتقوا الله ما استطعتم شيخ حافظ، هو معنى أنك يعني إلزم جانب الحلال دايما. اتقوا الله ما استطعتم ده من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قال ما استطعتم. وده اللي جه في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. ده اللي علمه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جانب الحلال وجانب المباح وجانب البر واسع قوي جدا. في بر في الصلاة، فتلاقي نفسك تقيم الليل بتحافظ على صلاة النوافل، بتحافظ على الصلاة في المسجد، بتطيل الصلاة،
كل ده جانب بر، بس هل كل الناس بيحسنوا عمل ده؟ لا طبعا. يروح ينتقل ليه جانب البر دوت لعمر تاني، زي امر زكاة المال مثلا او الصدقات، فتلاقي ان الصدقات امرها واسع. في واحد ممكن تجيب له شقه، واحد تجيب له سكن اهو، واحد ان انت تجيب له ملابس، واحد تجيب له كتب، واحد تساعده في التعليم، واحد تعمل له وصله ميه. كل واحد على حسب ترتيب اولوياته وحسب امكانياتك اللي هو بقى الاستطاعه، في حد الاستطاعه. ولما كان حد الاستطاعه ملوش مدى معين عند ربنا سبحانه وتعالى، لان الانسان قد يدخل الجنه بجنيه واحد. الله ولو بشق ده بابتسامه الانسان، ولا تقرن من المعروف شيئا. فكل دي يدخل في اعمال البر اللي ربنا سبحانه وتعالى وسعها قبلها. احنا النهارده في مؤسسه نبض الحياه ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ان احنا نوصل لاسر حضرتك لوحدك عمرك ما توصل لها ولا تعرف عنها حاجه خالص، وممكن يبقى انت نفسك فعلا في فرصه زي دي ومش عارف. فلما تيجي الفرصه لحد عندك وربنا سبحانه وتعالى يجيبها لك، يبقى تمسك بقى في الفرصه دي طبعا. وده من قمه التوفيق الله عز وجل للعبد، انه يجيب لك الفرصه لحد عندك، يجيب لك اشخاص وناس انت ما تعرفش عنهم حاجه ولا شفتهم وتقضي لهم حاجه. ليه؟ لان ربنا اعد لنا جنه عرضها السماوات والارض، لو ما كانتش هوصل لها بقضاء حوائج الناس باي عمل ممكن اوصل لها. في هذا المكان اللي احنا بنشوفه، بنشوف شكل الوصلات وبنشوف شكل الناس وهي مبسوطه وفرحانه، قد ايه الفرحه اللي بتدخل على قلب الناس، وحقيقي المساهم في ده فرحته بتبقى اكبر. طبعا دايما انا كنت في سؤال سالته لحضرتك قبل كده في الحلقات بتاعتنا من قبل كده، قلت لك يا ترى مين اكثر الدايره دي فرحا؟ احنا الدايره دي فيها مين؟ فيها المؤسسة وهي الوسيط، وفيها المتبرع، وفيها المستفيد. في الدايرة دي، وفيها حتى العمال اللي بيشتغلوا كمان. الدايرة دي أي الناس فيهم وأي طرف في هذه الدايرة دائرة هو أشد فرحا. المساهم اللي ربنا وفقه أنه يهرع ويجري إلى هذا الخير، هذا الفعل. الله يبارك لك. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة جدا المستفيد قضيت مصلحته في الدنيا، حاجة بتاعته قضت في الدنيا، فهو محتاج انه يقدم بين يدي الله عز وجل عمل عشان يقدم به على الله سبحانه وتعالى، صح؟ لكن هذا الرجل المتبرع او المتصدق هو اصلا بالفعل التقرب الى الله بهذا الامر، فهو الاشد فرحا. والفرحة الحقيقية هو ان انت يكون لك عند ربنا سبحانه وتعالى مكانة وقدر، وهذا القدر لا يأتي الا بالبرهان، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام يقوله ايه؟ الصلاة نور والصدقة برهان. فده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان برضو من باب الترغيب، احنا اتكلمنا عن الترغيب في الصدقة وفي قضاء حوائج الناس، مهم جدا نوضح للسادة المشاهدين اصلا مشكلة اهالينا اللي احنا بنشتغل معاهم في وصلات المية ايه. مواسير المية بتاعت البلدية بتكون واصلة لأول الشارع، بعد كده بيطلع اللي هو المصدر الاساسي، اللي هو جايب اللي هو كل واحد فينا بعد كده لما يبني بيت بياخد، ده شيء أيوة. طبيعي يعني، كل واحد هو اللي بيعمل الوصلة بتاعته. صحيح. ايوه ده موجودة خلاص، ولكن عشان اخد الوصله لحد البيت عندي بيلزم عليا ان انا اقدم طلب في شركه الميه عشان كابل العداد. ايوه، وبدفع مصروفات معينه، فالمصروفات دي بتتغير من مكان لمكان. في بعض الاماكن بيوصل فيها الوصله الميه بالعداد ل 12000 جنيه بشمل طبعا التركيب وكل حاجه، لان المسافه بتبقى بعيده جدا. المسافه والمحافظات بتبقى اماكنها طبعا ده على حسب المحافظات والاماكن. ايوه، فكل مكان وليه اليه معينه في الايه، في التوصيل، ومبلغ معين مدى في الاشتراك. بفضل الله سبحانه وتعالى مؤسسة نبض الحياة بتروح تعمل بروتوكولات تعاون مع الشركات اللي موجودة في المناطق دي. طب بروتوكول التعاون ده بيخلينا نقدر نخفض ثمن الوصلة لأقل مبلغ ممكن، لدرجة إن في وصلات بتوصل ل 5000 ووصلات بتوصل ل 3000. طبعا ال 3000 دي بتبقى مش شاملة المواسير، يعني هو ممكن يتكلف بقى المواسير والحاجات دي بس والحفر. لكن ال 5000 بتبقى شاملة الماسورة، هتوصل لحد الحنفية، توصل لحد البيت ويفتح تنزل مية، شاملة كل حاجة. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر مؤسسة نبض الحياة، احنا عملنا أكثر من 1000 تقريبا وصلة مية من فضل الله سبحانه وتعالى وفضل كل المساهمين معانا. خلينا نروح للتقرير معانا عشان نشوف مزيد من التفاصيل ونرجع لحضراتكم، ابقوا معانا. هدف مؤسسة نبض الحياة وصول المياه للأماكن الأكثر احتياجا. ليه دكتور؟ عشان خاطر
وحشتني. الله اسم جميل فعلا من زمن جميل وبيت كله بركة وخير. الله يبارك فيك. ايه اللي انت عاوزاه؟ وان شاء الله عز وجل املنا في ربنا كبير، اللي هتقوليه ان شاء الله هنعمله لك. عايزة حضراتكم، وفي ثنايا هذا التقرير حقيقي الصوت، صوت السيدة الرائعة أمنا، وهي بتقول كده يا أم، يعني أم حقيقية صوتها داخل كل قلب، بيدخل القلب على طول. والله هي واحدة من الأمهات الكتيرة اللي موجودة هناك، يمكن دي قدرت تقف وتتكلم، في غيرها ما قدرش يقف يتكلم. فدايما بيقولوا ما خفية كان أعظم، عارف ده، ما خفية كان أعظم. وكلام الست بصراحة بيغني على حاجات كتيرة جدا. يبقى على عاتقنا احنا نستجيب لهذا النداء. يعني الست بتقول انا نفسي حد يوصل لي وصلة مية، غيرها كتير جدا والله، عشرات الناس. الست دي موجودة اظن في قنا، غيرها موجود في المنيا، غيرها موجود في بني سويف، غيرها موجود في برج العرب. كل دي اماكن فيها زي امنا دي، وامهات كتيرة جدا بظروف مختلفة كلهم متفقين على اللي احنا عايزين وصلة مية. طب هل يكون مننا بقى استجابة؟ ولا يكون مننا تكاسل وتخاذل؟ هل انا ممكن وانا في ترتيب اولوياتي اشوف ان واحده زي امي دي لا ما تستحقش وسط الميه، واشوف لا انا اطلع صدقاتي في مكان تاني؟ لا والله، من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد ان هو يجعله يضع الصدقه في محلها. كده كده انت هتؤجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى يختار لك المكان، فهذا اختيار الله عز وجل لك. فكل انسان وكل ام من امهاتنا اللي بيشوفونا دلوقتي، وكل والد من ابائنا بيشوفنا دلوقتي وفعلا تاثر بكلام امنا دي، صار على عاتقه ان هو يستجيب لهذا المطلب. وكان النداء الحقيقي نداء الله سبحانه وتعالى، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، والصدقه من حياه القلوب. يعني واحنا بنتكلم بنقول الانفعال دايما بيكسب الانسان لما بيصدق المشهد. بيبقى فيه رد فعل، ورد فعل إيجابي ورد فعل حقيقي، بتبقى فيه حركة. الحركة دي زي يتم ترتيبها إزاي؟ وإزاي يعني أنا كمشاهد دلوقتي كمتابع أتحرك في الاتجاه السليم؟ أولا بالاتصال، أو في أي اتجاه أتحرك؟ أول حاجة اعتبرها كده دعوة عامة من خلال شاشة حضرتك، إن يا جماعة اجعلوا لأنفسكم نصيبا من الصدقات في وصلات المياه. خلاص، دي دعوة عامة مع مؤسسة نبض الحياة، أو حتى بشكل منفرد لوحدك. لو عايز تعمل ده لوحدك اعمله. يعني في واحد يقولك أنا هشتغل لوحدي وأعمل لوحدي، ولكن لما تعمل لوحدك أنت هتوصلها بسعر مضاعف، فبدل ما تعمل وصلتين أو ثلاثة هتعمل واحد. من بروتوكولات المؤسسات المجتمع احنا بس المدني، احنا بنوضح الدولة بتدي الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع المدني تؤدي دورها، يعني والدولة بتحدد أدوار مثلث التنمية. احنا بنقول بس لو، يعني انا بقول، انا بعرض كل الامور للي بيشوفنا، بقول لو انت عايز حتى تشتغل بنفسك اعمل بنفسك، بس بدل ما هتوصل بنفسك وصلتين مع المؤسسه، هتوصل بدل ما توصل وصله واحده بنفسك مع المؤسسه هتعمل اثنين، وممكن توصل لثلاثه كمان في بعض المناطق. أيوة. فضل الله سبحانه وتعالى، فالخير يبقى اكتر. المهم الشاهد اللي انا عايز اقوله، المهم ان يكون لكل واحد فينا نصيب في عمل الخير اللي من النوع ده. ان وصله ميه في بيت حنفيه بتتفتح، يتوضوا منها، يشربوا منها، يطبخوا منها، يكون سبب لان انت رحمتهم من فعلا من مشكله كبيره جدا لك عند الله سبحانه وتعالى. يكفي ان صدقه الميه، وهذا ما اقوله دائما، يكفي ان صدقه الميه النبي صلى الله عليه وسلم حرص على ان يكون من بين من يسقون الناس.
في حديث سيدنا العباس لما النبي صلى الله عليه وسلم شافه وهو بيسقي الحجيج في موسم الحج والنبي عليه الصلاة والسلام واقف عاوز يشرب، يا عباس عم رسول الله اسقني، والناس بيعني متزاحمون على الماء وبيضع ايديهم في الاواني وبيتغير من ايد لايد، فسيدنا العباس مش عاوز النبي صلى الله عليه وسلم يشرب مكان ما بيشرب الناس، فيقول له يا عباس عم رسول الله اسقني، فسيدنا العباس يبعت ابنه الفضي يجيب اناء تاني للنبي صلى الله عليه وسلم غير اللي الناس بتشرب منه، فيقول له يا عباس عم رسول الله انكم على امر عظيم ولولا ان يزاحمكم الناس لنزلت وسقيت معكم لشرف سقيا الماء وهذا الامر وهذا الموضوع. عشان كده بقول ان كل حد عاوز يتواصل معنا ويعرف مزيد من التفاصيل يتصل او الاماكن يكلمنا على 15 740، او على الحسابات الموجودة على الشاشة دلوقتي ممكن يتبرع على اي حساب موجود فيها. بشكرك شكرا جزيلا للشيخ حافظ عبد الحليم حافظ، ودائما نلتقي على كل هذا الخير. دمتم في رعاية الله وامنه. سلام الله عليكم ورحمته.